درسيك وحان كبر الله بينا إن شاء الله آيات الثبانية السغال إلى آيات الصدن هي أفر وسورة الرعد الله سبحانه وتعالى سورة دوحالين أغسط بندقين وحيابا بغن وتصالة ولغو عقل الشدو وحيابا أين نقانو سيدي كليهين بالين أغسط بندقين الله سبحانه وتعالى وحوشاقي ذاتك الله ذاك أمر قاته وألا أجيبه إن شيء أونك بدل إليهن وجنة يدن بالدافع هو أن أجيبن إن إليهن وح الله وح أرضا كسوغا هدي الله سوى يسكفر الله هاي بركة قوى اللهم سوء الحساب ليش له إذا نواجه النمو وبئس المهاد بركة وح النار تلغم الطي بل إنه قد قيا وح بل إنه شيء قيا وح ألا ليه هاي أفمن أحد يعلم أجر أنما كنزيل الذي إليك حقاق الذي من ربك ربك قال لك السؤال الذي الحق إنه يهي كمن هو أحد أو كلمي يهي أعماء دلع ذاتك فميي وأقوح الوسوى الذي حقيها وبكر صديق مدحك يهي قفك إن دهلا وحبق أغين وأبو جهلي رقاس كمدهين ما يسكن مدبع ما يسكن مدبع صدقا معها وذاتك أقوح الرميي فق واوين نبي الله محمد أبو بكر صديق وي اللي يرد يعروتنا علي بن أبي طالب وي هوين كان خديجة بنت خويلد وي الضمهنا بلال بن الرباح وي مركبت كسيدة أوك وحلوش إنه حطيها يوم مركب الرمي هو إنها لا ما يسكن مدبا ما يسكن مدبا أكل دوين هو أن اللهم سوء الحساب هو أن اللهم عقب الداه تعرف وين عشان عرفت هذا أساس أكل دوينه أفمن أحد يعلم أوك أنما أنزلك هي لقدجي إليك حقاقا من ربك لقدجي الحق إنه يهي كمن أحد أكلمية هو يسوء أعماء دلع إنما يتذكر حوى نقاط أو حقرتا أولو الألباب عقلك هو صاحبتا مالك وادقن كحق قرنواي وادقن دلع مالك والذي يوعد وحبه ترم هيا ويقف ونقاط هذا هو قف عقلي إذن وحوى يبدتك مؤمنين في كل قد وضع عاقل أتقاروا حذر كيسا مؤمنين فربدا وحق النقل كيسي يسيد أشقي سنة يا أدس ليذهي وحقه وحباك الضعيفة مرد أن لي قانا وعاقل وحق عقل بدن مثل وأنا عالم وعالم جاهل معها وفق أن لي قانا جاهل معها إنما يتذكر حوال تومه وعدك قاتا أولي الألباب عقل كو صحيفة أولي الألباب هو قوه الذين يوفون بعهد الله مرك السلاتها أما موصولاتها دور كوه إسوع عطفا الذين والذين والذين إلى صدح موصول بأسوع عطفا إعرابهان هذين كوة أولو للباب كاكسفة إنه وانهلي كتها سفادي والإسوع عطفيا دي مبتدل لقد قوه أولئك كذا عدم بخبر لو قد قنوا ممكن مرك بل أولئك كذا عدم بخبر عنه قد قنوا الذين كوة يوفون أوفية بعهد الله ألبا لنتيس أوفية ولا ينقضون أمبرنين الميثاق بلنت أي الله لقلين بلنت الله لقلين وحوي توحيد كمركو قفه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلن لقلين وحوي إنه ألا عابدو بلنت لقلين مدك الدعوة مركا لسوق عرسي عدة دعوة سوق عرسي سيد بلن بو لقلين قفه مدك العالم در مركني ألص بربكم بلن بو قلين بلنت أمبرنين والذين كوا يصلون حريرية ما أمر الله ألا وحو أمر به ماذا أن يصل إلا حريريه هو حكم إذا وحيابه إلا حريريه لا أمهي قرابة وحكم إذا توحيدك إلا حريريه وهي الله برطه وحكم إذا طاعته يعملك هناك إلا حريريه الله السمايه وحكم إذا أنبيض وردن إلا وظفهم أيه الله حريريه هو يخشون كبقيه ربهم ربك وكبقيه ويخافون كعبسا سؤال حسابي حساب حن كبقيه والذين كوا صبروا صبري لباتها كل صبري هاي ستا دين تقول صبري معصية كالصبري ابتغاء وجه ربهم ربك وجهه ستلا فيسا ألا في ذهن في ذا البيان وقاموا صلاة السلاة دعوغي وأنفقوا بثية مما رزقناهم وحن كو أرزاقنا قيب كمدا سرا ما هو سهان بثية وعلانية سم وقتا وبثية وصر وبحنته وحالة بس يود بكتنه بإنه روثه ستغذي سفوية السمعاء اسكاقرين أيوه يفوح أوصينا ياي فوح محقين مدو قاله وحسين تو يحيى قطعي وحلاص يحيى قطعي وقرينا يو يوعلاني موضوع سير الزكاة أو كل واجب تاه ويدرؤون كهر جيه
كدفاع بالحسنة وناقل سيئات حمان وسيدي وغهر قينيا وهدي حمان لولي ماده يي إحسان كهر قينيا وصبي ملكنا كهر قينيا وحاقو حاكلو يغهر قينيا دبقو مركو كدعو يي حسنة كدب قينيا تذهب ويتكسين مركا وحي حنو دنبي وناك لما عاملونيا ويكبا بينيا أولئك كوا النوع عاسا لهم يغو حوصونا تعقب الداري دار تعرف كذا وناك سن دار توا دار الدنيا عرفت هذا وناكسني وعمل صالحة دار الآخرة عرفت هذا وناكسنا وجنة دون لبدا الدار الدنيا عرفت هذا وناكسني لها الدون كان عمل صالح إلي ما بين آخرا الجنة دي بيقلين مكي إعرابهان مكي نسلاي إعرابنا أولئك هذا سا يا خبر كي نقول جملة دا هذه اللي قصت فيينا ويسيتي عنها إنما يتذكر أولو الألباب وكوى أولو الألباب كي الذين كوى ويني يوفون أوفية بعهد الله ألا بلنتي سأوفية بلنتي ألا الله قلن بي أوفينيا بلنتي ألا مقعيسة قلن بي أوفينيا وحالا وحي بلنه قادين أو ألا مقعيسة قلن بي أوفينيا بلنتي ألا اللي أوفو حكم إذا إن ألا اللي عابده وشرك قل لقفه قادوا بلن ألا الله قلن مكا لا إله إلا الله أقلاتي ولا ينقضون أمبرني وهي الميثاق بلنتي أمبرني والذين كوا وهي أولو الألباب يصلون حريرية ما أمر الله الله وهو أمر به شيء أن يصل إلى حريريه وحكوكا قرابة الرحم يا كوكا رحم في حريرين تيسا وحاجرة الله توحيدك على حريريني توحيدك إلا وحا إلا حريريه الله لا حريره يا الله إنا أمرين وحال حريريني يا أنبياء ذو نمبا لحريرينه وذا قرابه يا أنبياء ذو نمبا والله وذا الرمين ويخشون كبقه ويا ربهم ربك وتكبقه إنو عقابك يا بنيه ويخافون وحيك عبسون يا سؤال حساب حساب كذا إن دم بجود أن حبر حبر الله حساب تبي كبقى يا والذين كوا ويقولوا الألباب صبروا صبري ابتغاء وجه ربهم وجه رب بجود وجه جيس دل بيس وجه قاف الله الله يطل بيا صبرك وحوي الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصم والصبر على البلاء كل صبر أن نفطري بكذا إن كوا النوع عاس ويقولوا الألباب وأدرك عقلك عليه هو أقاموا الصلاة الصلاة دعوه وأنفقوا بحية مما رزقناهم وحنكوا أرزقناه قيد قمت من تتبعين بي وين سرا هو صهانه بحية والرؤية يصمع ديديها أما واقف ويرف شرف له دد وحوين وخدم له وحسين تصدق وأرك يلا سين أيه وحقي كي يحيح يوين وعلانية سمو قطع بحية سيدا كذا واجب كوكله ويدرؤون كهرجية كدفاع بالحسنة وناقصية حمان ما لب ذم بيت هذا صابنا بقف حمان للاستوى آدوه وناس بكهرجينية وريله كياب له هو عدي هدي حمان يسجد كدعه حسنات بكدب جينية وحلا وثي حمان هسوق بشه وناس بكتير تري أولئك كوا النوع عاسه أولو الألباب كه لهم عاصونا تعقب داري دار تعرفت هذا وناس دار الدنيا عرفت هذا وناس أو عمل صالحة يدار الآخرة عرفت هذا وناس أو جنة أول جنات عدن باوسوناتي عقب الدار تواتن جنات عدن نقاديك الجنة دي سواوسوناتي يدخلونها واني قليان إياقا إيوه ومن أحد صلاحه وناكسن مؤمنة ومن أضاهم أبا يوغو كاهاري وأزواجهم حاسسكو دي كاهاري وذرياتهم عرورتو دي كاهاري جنات عدن وحين عرابينا عقب الدار إذا كب الدلين عقب الدار باوسوناتي جنات عدن باوسوناتي يدخلونها اجتناف بين نغوني دان دون مبتدان كدقين جنات عدن نقاديك الجنة دي سي هي يدخلون هكذا إياك إياه ومن صلاح قفتي وناكسن ومن أضاهم أبا يوغونا وأزواجهم قرابة ذوذي ودرياتهم عروض ذوذي بركة ومن صلاح وحالة وذا قفتي مؤمن نغضة وإلا قدر جرهون هذا قرابة دي سيباء شفاء عقاديو وحوية دينك وناكسن وفي عني أبا يوغي يوالد كيبو شفاء عقادي ومرتبدي سميشي تألكين الله باشمل وذا أرور والي سبيني وحوتي المدى لك الساري ويسو إيماني حاسس كودي يدك في سحاس كها واسيدا سوكله عرور تودينا واسيدا كله ولي سبين بركة معناه ما قرابة نمدي بالجنة ذكوا قلنا ما قف وناكسن عدي قرابة دي شاهد بالجنة ودقين ما هم معنوه قف وناكسن درجة دي سو صفريسو عدي قرابة دي سو لكن مؤمنين يي درجة دو ذكروا قادة يوين واسيدا سوكله فكرت باجبتا ايدت كان امسين بالمثل زوج وكلمة الليلانه هوين فربضان بمركز زوج كود كود انتا وحلوين هداد نين دمب قرسته زوج كيدي بعد نين يدو اي كوكر صوني دو شيخ وين ودادو اها وحلوين له هداد عد كلب قرسته شيخ اخي اخيرا اس اركم ميسان
هوي تاسو وخلق وينو لقى قلق هوي هذي وذات كذي وحا وحا اللي يدي زوجته نك هذا آخره نك يسقف في عناينه أدب عونا سنبي إيه هلا سأل هذي دور نقول سدان كأو ناسن أو شرف بدن تاسع الأوجين بالله سبحانه وتعالى إماها نك يقول سدوا أدن ماها بركه سبحانه وتعالى دل شو وحبك ترى ما يسون دل شو وان وضع دل إنه نفسي عم بالله ده شيء وحب ما ترى يسون نفسي عم بأبايا ما ترى يسون لكن هو إيمان كي يسقف سدان بركه صالح نقضه مؤمن نقضه وحي كد من ولو بحنا يوي مركه بركه من صالح هذا وحي قعد فانتهي يدخلون وودس فاعل كه بركه قعد فانتهي يدخلون وجل هذا ندي يجيء ومن ضد بجل الصلاح وناكسن ومؤمنه ومن أبائهم أبيه قدر أبيه هو والد قدر وأزواجهم ذرية ذرية حاسس قدر يوديات معروف قدر والملائكة ملائكتنا يدخلون ويسوق جليان عليهم بشر من كل باب الباب والبوي ويسوق جلي ملائكة يقوله سلام النبت جلي عليكم دشينا بما صبرتم صبر كأ صبرتين درتي السبب صبركم وما دمستريوان فنعمة وحونا أحسن عقب الدار دارها عرفت لا ونكسون ملائكة أنت أسوأ قشو باب والمال والبوي ويسوق جلي وجلي ده مرة ويدعين مرة ويتهني يدين مرة ويسوس يارنيا هو يهل جنه بعد دقق ملاء الله بعد العشية سبحانه وتعالى ملائكة بقى وخد ميني سيهل جنه أو يعملك الصالح أي إيمانك هيركاتي كبارسينيا والملائكة ملائكة يدخلون ويسوق جلي عليهم دشوا ذي ويسوق جلي من كل باب الباب والبوي ويسوق جلي يقولون أيها ملائكة له سلام النبت جلي عليكم دشينا أو الدعو أما وور نبدو أن نبتقشين الله من الأفاك وأتكن نبتقشين بسبب صبركم وياه صبر كنا سبب فيها والصبر كوحيكوها لين أيضا عليك الصبرين ومعصيتي كالصبرين وحوي أي بلايدي كالصبرين وحمدين سداسي كوها لين وحاسو نوين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صابركو عيارما صائمين تاكمد الدكة الصومنا صائمين تاكمد هو أجر قوضو ألم ويين عدك لو حسابني فالنعمة وحا وناكسن عقب الدار الدار عربت هذا وناكسن والدار الدنيا عربت هذا وناكسن وعمل صالحة دار الآخرة عربت هذا وناكسننا هو واجنة مركز دكا سيدا كوغو مركز وحاطيحها على أعماش أي سمايين السيدا كوهلة وصبر كميديا هاي مركز انت هلتي ماذا حزب قاسات كمين نقوة والذين كوا ينقضون البرية عهد الله ألا بلنتيسي من بعد ميثاقه إنتو لب الله من كده وحوي بلنتي بيبوريينو إني ألا عابدان بلنتي أهيد وإن الشرك لا إيمانين بيبوريين إنتي لب الله من كده الله كان توحيدي الله كان إلا واب الله مقع الله بلنتي كبقلين بيبوريين وهو يقدعون بويي ما أمر الله ألا وحو أمر به ماذا أن يصل إلا حريريه توحيدي إلا حريريين لهذا بيبوريين قرابة إلا حريرين لها بيبوريين أنبيادي أيهمين لهايين بيقوين ويفسدون فسادية في الأرض للك إفساد معصية إيو شرك فسادية أولئك قوة لهم محاوثون هذا اللعنة اللعنة باوثون هاتي ولهم محاوثون هاتي سوء الدار دار تحل دار تطير حل باوثون هاتي وآخرة حماية الكيد هو عقابوين والنارون هو النعاسة بلك معناه وحال إسمار بردقية عمل كقول ظهوري أي خير كقوهلين هي عمل كقول ظهوري ay dibka ku muteen labada amal oo isbarba dhigmata quraanka isku sax adigu amalka ku jirto quraanka kariimka iyo sunnada nabiga isku sax soo amal wanaagsan yahay labadaas umar khaati ka ahan wa khalas way meesha maxaa ka baxay marka bidcadi amalki bidcadaha sag waxba lagu heli maayo bal qaad ma haysto amal bidcaahi dii amal baa adigu adu haysto bidcaha diinta islaamku ku jirina cibaado ba ahayn aad ku cibaadeysato bal qaad ma haysto xageen la tagi marka xageen la tagi waan والذين قوى ينقضون البرية عهد الله ألا بلن تيس البرية من بعد ميثاقه إن كي الله الصبي لا أتكي يكذب ويقضعون قوية ما أمر الله ألا وهو أمر به ماذا أن يصل إلا حريريه ويفسدون فسادية في الأرض لك إفساد شرك يا معصيكو فسادية يا فتنة أولئك قوى النوع عسى لهم وحسنات اللعنة اللعنة بأسنات ولهم سوء الدار دار تتادح يا أسنات الله يبسط الرزق الله الله يبصده بلاريا الرزق رزق قال لما يشاء قفك دونه إنه بلاريا ويقدره كعريريا قفك دونه وهو كعريريا وفرحوا في مكاد يا مشركين توحكوا فرحسينهم بالحياة الدنيا نلوش عندهم
يعني نلشان أي كسران بيلتها وح كفي عن بينا نشرين وما الحياة الدنيا نلشان قابن معها في الآخرة في جنب الآخرة آخر الله بربر دقينا إلا متاع خحير مويان وحوية وزاد الراعي قف صعتا ومسافرة سهيدا يرو وتول الدنيا ووحيا آخر ما تيلا بربر هاي ودائم سوما بكا سدا سوكله بركة ما آياته وحيشيغيسا نفطا وحيلا هذا هاي هذه ذاتها مؤمنينته وناكسين أي جنة برواقدة ليهين ذاتها قالت إن النباتات إليهين آخرة إليهين الدون كمركة اللي تشوغو ما قوة برواقدة ما وحلقة سيه واكنا ويسمينهين ورزقه ويسمينهين وهذا الكيسا قف مؤمنه قاتش الله إلحن يكو قاله راحسن وحدونه إليه ما دونك سيد الله كلا سوء مركة دونك سوء قيمة ملبالي دونك ذاتك الله ذا وذا سمينهين والروح لو يا الروح لا أركابنا النفق وبعدين مرك قف إياه مثل حديثه يقال فيزك قوسيني على جي وقف كان عيدا لجد جي حوله هيا حوله يريد أشيني فيزك يري مثل حرته هيا هدي حوله الله بدي وكبر لها بس ورجل قال قارن وحم مثل حوا إن حوله الله بدي يوم هدي حوله كير عدان إنه قالوا ما بس يعكر لها أو كب حوا الله لا وحلا إلى هذا عربتي إنك مرك إلى هذا إنك قدت كأن dadka ina faqirka ah oo wax yar baad daacab badan baa la ilaahdayo wuxuu geeyay dabacsan markuu xoolooba dadkeen wax laga yaabo inuu si kale arabtu waa dhinaca way ka bedelay baa la iniyo markuu faqir yahay inuu islaacab laga yaabo gabigiisuba oo wuxuu yahay isgaranin laakiin markuu hantina markaas u barwaaqo iyo sadaqadi iyo wax walba markaas ku dhaqaaqaya waa fikradda daraasheeyo ee saw kala duwan Allahu Allah subhanahu wa ta'ala yasuddu rizqa rizqu ballariya lama yasha qofku doono inuu u ballariyo ويقدر وكعيد يا علما يشاء وقف دونن وفرحوا لكن كون وحيكفر حسين المشركين تاهي في الحياه الدنيا نلشان غابن بكفر حسين لكن مو ممكن نلشان غابن كفر حماه ومن الحياه الدنيا نلشان غابن ما في الاخره في جنب الاخره اخره بربر دغيره الا متاع فحير مياني وزاد المسافر انت كما دونون ويقول الذين كفروا يقول وحيرنيان الذين كفروا قالوا بي لولا انزل هلا انزل ما الوسد دجي عليه على محمد آية آية معجزة خارق العادة من ربه ربه ما لك رسول دجي إن بدن بي نبقى سيداك إلهنا قل وحاطر هذا إن الله الله سبحانه وتعالى يدل وحول مياه ما يشاء وقفه الدونه ويهدي وحوهن نيا إليه حق سمانا ناب قفت توبة كينا وخير دونه بركة معنى وحوية آية وحوة ما ترتوي آية هدير سيدهدات كوكان عويدين وحوي آيات كسر الله كنا وحبيدنا هنون إنه يصدقنا الله هنون يدل دلوه بركة آيات هدي لك يعني هدي لك يعني وحيكون حين تهي وحوى لبا الله بيكون حين تهي بركة آيات سيدات ذات قيمة مال إن لك يعني ومن أنت على قدر عنا يا يوم من أنت وحيد شعران لهاي وحيد دلبانو آياته إن لك يعني بركة وحلا ليه وحبها دونينا قيمين بيبقوا نقص هدي وحيد دلبان بالله كيانو قيمين بيبقوا نقص ونسيف قال لهاي ويقول الذين كفروا حليهن كفروا قالوا بي لولا أنزل هلا أنزل ما لقد جي عليه على محمد آية معجزة من ربي ما لقد جي قلوا حاطر هذا إن الله ألي يذل وهنون أوها اللابية ما يشاء وقفك الدونة أي آية دي وحمد فهنون نسو ويهدي وهنون إيا إليه حق سمانا ناب قفك توبكين منيبين ثم الكوافوة الذين كووية آمنوا مؤمنوا بي وتطمئنوا أي دكتي حس الشيء قلوبهم قلبي الكوذ بذكر الله الذي في جسدك وحسس وقوة قرآن كما كان مغلين إلي وذكر الله قلب قوضه كحسل وسواس في شركك كبحي وهو المؤمنين تقلب قوضه ذكر الله كو صحيح قف في سقو البهرسن والكاتشو مركو يتوي شيء ستو كذو قلبك سيوا الدقية والله إنه أمور تيسي أبان دقية بكوك السوناني قرآن كما كو أقري والبهار كسي يدال كسادوها قلبك سو نشاد بو هلي قلبك سو ذكر الله بكو فرح سيهاي وهو تطفر ربنا بألا تجربيه marka wuxuu ugu taacadu ka yar kala gooday walbahaar bay u dhimanay markii daacada muuminiintu ku jiraan waa faraxsan yihiin wax dhibiba ma haystaba waxa weeye nin baa waxa la sheegay dadkan hay'adahan wax siiya dadka oo yaani gaalada iyo dadka wax siiya qolob masaakiin oo fuqaro oo la caawin jiray buu la joogo marka duufaan baa soo kacday dabayd dadkii markii waa dad muuminiina way iska shahaadana salaadooda ay iska tukanay gacmahooda ay kor isaga taaganayeen isagina waa argagaxsan yahay marka wuxuu la yaabay dadkan deganidooda iyo sidaan walbahaarba u haynin ee Allahooduna u bariyaan buu la yaabay marka uu weydiiyey Allah baa dhe xukumeeyay dadan Allahumma khayr kisbin halkii uu ku muslimay baa leeyay ninkaas
marka dikriga alle muuminku waa ku kalsoon yahay hadii qofku dikriga alle uu saameeyo waa ku kalsoon yahay iimaankiisa hore wax ka dhiman yihiin alladina ku way munibintu kuwa alle u tooba keenay aamanu muuminoobayo wa tadma inu ay ku xasili qulubuhum qalbiyalkoodu bidikrillaahi alla dikrigiisa bilmatal umuuraha bidcadoo kale waswaas baa ku jira markii nabiga la weydiiyo la yidhi bal khayrka noo sheeg waa wax qalbigaagu ku xasiluy qalbigaagu ku xasilo walow dadku waxa xunina waa wax qalbigaagu ku xasili waayo oo waswaasuna ka qabto walow dadku haba kuu sheegan inuu wax fiican yahay sasama dikriga allah qalbiga muminka waa ku xasilay walbahaagu dhan baa ka baxaya alaa bidikrillaahi tatmainu alquluub alaa baraaruge ee bidikrillaahi alla dikrigiisa tatmainu ku xasila alquluub quluubta ku xasili لا إله إلا الله محمد رسول الله مركو انتي إله ده صبر يوم بس الله بوحكا سقيا والبهار كلمها يوميا ألا بذكر الله ألا ذكر إسي تضمئن القلوب قلبي يالكو كحسن الذين كوا آمنوا مؤمنوا بي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل وناسا وباء وناك بأن لهم أسق ناري يو حسن مآب مرجع وناسا مكان نقد وناسا وميش وحمالك السبقات سومر تميش قدن بينها يا مرجع ليلة ميش قدن بينها waxaad suuqa soo wareegtay meel soo martay gurigaad degan tahay barjic waa ka dadka muuminiinta amalkoodu saalix yahay wanaagaas ay leeyihiin duuba waxa weeye waa muannasu atyab atyab fi wanaaga badnaawal muannasu atyab weeye waxa weeye marka muannasu atyab yahay waxa la wixii wanaagsan oo dhan iyo gaar ah oo jannadu ka mid tahay ee midhaaf baa ka mid ah wanaag oo dhan culimada qaar bay yidhaahdaan duuba waa geedo waxa weeye xadiis bay u sheegaan waa geedo waxa weeye daar kasta oo jannada ku taala laan bay ku leedahay oo laan baa sidaasoo kale adduunteeduna waa sidaasoo kale marka waxaa ugu caamsan in la yidhaahdo wax kasta oo wanaagsan muminiinta saalixi camalkooda saalix yahay baa leh iimaanka waad garanaysaa waa qalbiga atastiiqu bilqalbi waliqraaru billisaan waalcamalu biljawaarix marka camalkii saalixa waa camalka biljawaarixa weye camal saalixa wakaan in badan baan baraarujina camal saalix wuxuu noqoni أن يكون خالصا لوجه الله الكريم كي ينجو من الشرك سو شرك أغنب الجلو وأن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سو بدعة أغنب الجلو عمل فهدو بدعة يهي صالح معه وبدعة بصور رحق شو الذين كوا آمنوا مؤمنوا به وعملوا عمل فلا صالحات عمل وناسا مبا وناك بدن با الله مصر ناضي يو حسن مآب مرجع وناسا مكان نقض وناسا كذلك صفاتاس aad ku sugan tahay baa nabiga lagu yidhi yaan arsalnaaka kugu diray fii ummatin ummad dhexdeed baan kugu diray ummaddaasu qad khalad ay tagtay min qabliha horteed umamun ummado kale oo iyagana rasul loo diray macnaha waxa weeye sida adiga lagu diray iyo ummado kaa horreeya inay jireen oo rasul iyagana loo diray rasul iyagana loo diray saasoo kale marka rususha horun baad lamid tahay weyn kadaalika sidaa sifadaadu tahay oo alla kuu diray yaan arsalnaaka kugu diray fii ummatin ummad dhexdeed ummadaas oo qad khalad ay tagtay min qablaha tad umamun ummada fara badan baa tagay maxaa lagugu diray nabiyullahi maxamed maxaa lala diray litatluwa inaad ku dul aqrido calayhim dushooda alladiikii awxaynaa aanu waxyoonay ilayka xaggaaga aanu waxyoonay isagoo adigu inaad khayrka ku hogaamisa laguu diray wahum iyaguna yakfuruuna waxay ka gaaloobayaan biraxmaan labadaasu ismale marka adigoo khayr lagugu diray inaad waxyiga u sheegta lagugu diray iyo haddana raxmaankii raxmada aad u ahayd ee alla kusoo diray raxmad ahaan kuusoo diray ba iyaguna ka gaaloobay markii sulxu lxudaybiya yuu nabigu yidhi bismi illahi araxmaan araxiim qor cali bin abi daalib buu karaanigu qoraagu ahaa markaasi yidhi warraxmaan anagu ma naqaane ilaa raxmaanu lyamaama raxmaan ma naqaane waxa weeye magacii la qori jiray qor bismika allaahumma bay qori jireen juhaylin markaasu yidhi waxaad qortaa min maxamedin rasuuliillah markaasi yidhi rasuul haddaan kuu karsanaa kulama dagaaleen magacaagi qor maxamed bin cabdillah nabiyullahi maxamed maxamed bin cabdillah wiyan maxamed bin cabdillah bin cabdilib waxba cuqdad kama qaban sidii baa la qoray cali bin abi daalib haday nabiyullahi maxamed farta ma aqoonin cali bin abi daalib baa yidhi baaba in mahayo intaas rasuulullahi la marka nabigu itus buu yidhi farta ii saaro nabigaa gacantiisa ku baabayni baana allah araxmaan marka saasay u dafireen allihii raxmaan ahaa ee u naxariistay ee nabiyullahi maxamed soo diray oo raxmada iyaguna dafirtay waayahay allah wuxuu leeyahay maxaa lagugu diray ummadda litatluwa inaad ku dul aqrido calayhim dushooda alladikii waxaynaa ilayka aanu waxyoonay oo aad u fasirto marka diin kale oo dadka lagu hogaaminayaa ma jirto oo qur-aanka kariimka ahayn wax kale oo fikrad kale oo dadka diin looga dhigi ma jirto wahum iyaguna yakfuruuna waxay ka gaaloobayaan biraxmaani allah raxmaan
قلوا حاتر هو الرحمن كو مرك إلهي وما الرحمن والرحمن كاتيك من فيها بي يا وحد كتر أبالي هو الرحمن كو ربي أنا قد ربي قوي لا إله إلا حقلو عبدان مجر إلا هو إساق موياني عليه إساق كليد ما توكلت ثلاث ساعات وإليه إساق حقي ثم التابير نقط كي قناه هذا وعدا عابداي أحد كان عابداي وإساق لتوبد وعبادة أحد كان عابداي وكليد مرك الرحمن صداس أفسرين يهي يقول حيدا وما الرحمن وحاوية وحيدون يعني إلا إذا قيد بكسم يسيني هاي أما النقح بكسم يسيني هاي أما الدهب أما واجين أما وحنا عصو كلا إثبان بركا وحاد الرحمن كو وحاد إذنكو تقانين ما هي وأحد كا وح تربية يو وح أبو روية قلوا حات إلا هو الرحمن كو ربي ربي قيوه لا إله إلا حبلو عبد المشر إلا هو إساقم وياني عليه ألد الشيس كليد يعني توقلت ثلاث سارنين وإليه حق يسمى التابير نقطة وأهد نتوبة كيني الله عليه ولو أن قرآنا القرآن سيرت هذه لقد قاتل لها لقد سعتين لها به قرآن كالجبال بورها أو قرآن بورها فجل لها أو قد لعل قوقين لها به قرآن كالأرض ملك الله كلا دلدلاع لها أو كل ما لقلها لها به قرآن كالموتى أو ذكر دين تيلسون نولين لها لكان هذا القرآن بالنغل جواب نوتا وحي إلى هذين ونيه محمد إلى هذا النبي تهي بورها المكان نقا كلا دورك مركوا اتكبور لي waa wadooyin yar yar bay leedahay buuraha naga kala doortay si aan hawaye uu dhulka noogu balaado waakiin nabiyillaahi muusa buurti loo dhaqaajiyay buurti loo dhaqaajiyay waxay dhayn dabaylna nookeen aanu fuulo nabi suleyman adba kama xumid sida sheegayse aanu ku safarro shaam maalin gudheen uga soo noqonay dikal qusay bin khilaad noo soo noole isaga buu sheegahay ha noo sheego inaad ku sheegayseen markaas waxa alla leeyahay haddii ay dhici karto oo dhici karto quraan inuu buuraha lagu socodsiyo ama dhulka lagu kala jarjaro ama wax dhintay lagu la hadlo lagu soo nooleeyo kanu noqon laha laakiin ma dhicin quraan wax dhintay lagu soo nooleeyo ma dhicin mucjiso ahaan nabiyilaha ciisa uu soo nooleeyo laakiin quraan inta la isticmaalo buuraha fujin lahaa haduu jiro ama dhulka googoyn lahaa ama dadka dhintay soo celin lahaa kanu noqon laha dabcan waanu soo celinaya haddii allah ugu talagalo waa soo celin lahaa wa marka quraanku meeshii lagu aqriyo waxa weeye buuruhu waa kala yiri way ku soo celahay hadii quraanka lagu doonayo loo izalna ala jamalina raytu khashi'an mutasaddi'an wa dillaa ilaaha dii lagu waxyeeyo isaga loo waxyeeyo marka qalbiga dadka ka adag buuraha iyo qalbiga dadka ka adag qalbiga nabi alla ma bedelale buur wala dhaqaatin kara waa suuragal meesha laga baabay laakiin qalbi lama bedel kara qalbigi noocaas ahaa uu quraanku bedelay intuu jeedo oo ku dhucu bedelaya fikraddiisa oo dhan buu ka bedelay wuxuu ka sameynayaa ruuxii markii hore ruuxaan ahayn buu ka soo saari fikrad ahaan midal shirkigii mushrikiintu ay lahaayeen qur'aanka lagu baabayay shirkigii iyo waxyaabaha ay aaminsanayeen qur'aanka lagu tirtiray marka waxa weeye bacda ma kaanu afqara nas intay quraash iyo carabi ahayd dadka kuwa ugu faqriysan waxay noqdeen 10 sano ama 20 sano gudahood saadaatu nas waxay noqdeen adduunka oo dhan baa ka wada faqay qur'aanka sidaa yeelay oo sameeyay isbeddel buu ku sameeyay gabi ahaantood markii jasadka laga tago midda kale waxa weeye jirada iyo cudurka iyo waxaas oo dhan ee qur'aanka lagu aqriyo jirada meeshii ka baxaysaa weyn qur'aanku wixii lagu gano oo dhan uu tirtirayaa waa la hadaa weyn waa la hadaa weyn allah wuxuu subhanahu wa ta'ala walaw anna qur'aanan qur'aan suyirad hadii lagu socodsiin lahaa bihi qur'aanka aljibaalu buuraha aw qutta'a lagu googeyn lahaa bihi qur'aanka alardu dhulka lagu kala jarjari lahaa aw kullima lagu la hadli lahaa bihi qur'aanka almutaku wa dhintay lakaan hada qur'aanku noqon بل مركا لله الله وحوسنا الامر امرتا جميعا دمان معناها امرك ايدنك اللي دك تلا قادن ما هي ويا او واحد طلبتان بل كيني ما هي امرك يا مامولكا الله با اسكله مركو دونن كيني مركو دونن ديو او سيد دونن بيين لله الله وحوسنا الامر جميعا مامولك ودن الله با اسكله افلم ياس ميانا يو عدانن الذين كو امنوا مؤمنوبين الله نشاء الله يشاء الله الله حدود دون انو حال يشاني لو يشاء الله الله هدو دون لهذا الناس صدتك إنه هنون لها جميعا لما يعني وحدا انت إليه المعجزة دي وحا هلا كان إنه الله إرادة دي سيئة مشيئة دي سكوح لنتا يهنوكو وواني يوغين يعني سيدا أبو عدا نبو ألا ليه يعني أساس بمعنى يعلم ويان فالذين آمنوا ذو مركا وحين نقوني مفعول بين نقون ألا يشاء الله ذلك جملة ذا سوحين نقون فاعل كي بين نقون أولم يأس ميانا يوعدان أفلم يسميانا يوعدان
الذين كيامنوا مؤمنون بي أنه حاليا شانية لو يشاء الله الله هدود دونه لهذا الناس هددك إنه هنون لها جميعا يعني وعدان إنتي معجزات لي هدي معجزات أنه أنفعي ويلي ولا يزال كذول المايان الذين كوي كفروا قالوا بي تصيبهم إلي كل عضو يأصيبتهم بسبب ما صنعوا وحي السمايين والدنب السبب فيسا قارعة البلايا قراعة وقراعة قمناوين قراعة مضحة كقراعة ودلع والبا كقراعة أو ستحل إني الدكتو قريبا ميل أدو من دارهم دقان كود أدو حتى يأتي إلى ويمانه وعد الله الله بلنتيسي حوي ولقد بقال له نبي يريك كثير ما يه وأمر بلاي هاي ستيه ولا أفسد الدكان تايو أي كيا بين من وين بالمثل بالمات النبي قاكله وحوي وأنت الود ولا لا أقدر كثير وكاسام مركب قاتو الهو بريسة سرايات النبي قدر يه وبلاي كون عيسى وياه مركب بلنت الله إيمان عيسى هذا السيدة لغو فسره ومكاقب سيغاني لكن هو عامه ولي كيف قال إلى يوم القيامة ومر بلايها يستطيعه مر أكدك انتهيه ويقوله ضيصا يكسد من لماذا وانتهى وكي الصوماليد يجرهدين بلايه أما كواهيستي أما غير كواهيستي بلايه مركي كاما قنتهي اتكلم بين لكتورتا ميلبرنا بلايه مكتور واسدي وكلوان ولا يزال كجدو لمايان الذين كوي كفروا قالوا بي تصيبهم في كرد عضو أصيبتا بما سنعود ذنبك السمايين سببتي سقارعة البلايو وين أو قرع ذو أباب إيسا أو ما ستحل إني دكت قريبا ميلو من داره دقان كودا حتى يأتي وعد الله إلا بلن تأتي ما دو لا إسباب إيا بمرك الدنب إن الله الله سبحانه وتعالى لا يخلف مقو بياله كمب حوي كمبحو المعادة بلن تكمبحو الله بلن تقاضي وحوي إن ذاتك مؤمنين تعال أي أهل الجنة يهينو غالك إيهاي ذاتك كلان أهل النار يهين بلنتو الله قاري واتا وحكى له بلنتو الله قاري إن وإمن دونه وقت الله سبحانه وتعالى وحو الببابين دونه وقت وحو الببابين كالحكومة دونه بكى الله بلنتي سوا سحوه إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف مقوبية لك مبحو ألي عاد بلنك ولقد يسجع والوجه الجاسي حقيقة هان بالرسول الرسول من قبل كتاه الرئيسي فأمليت وان كرتي وأدب دقي عذابك وكذب دقي للذين كفروا قالوا ثم أخذتهم وانقبتي فكيف استدابي كان أهي عقابي عقابتي دي شدائه سوصف عن مدعون يقول الله محمد بالو علو لكيسين اللو قد تصلينه وحلو اللو قد تعسين وحال لي دي انبضا ورسوله كاه الرئيسي يا اللو قد جهسيسي والذيني هذا عقابتي أن دب اللوسو الددجينين عباد لوسو لكن كما ضبايتي لغبتي مارك كوان نواسده وكلوه وحبها تمنيني إن عقابت إن عقابت اللوسو الددجي وحبها تمنيني ولا لا يفسد وقت بل لا يفسد يا الله وقت لا جلين وحبس هذا أسعى عليه ولقد يسجد حقيقة هو على وجه جسدي برسول الرسول من قبل كهر رئيسي فأمليت وأن سبي وأن دبدي وأن كرتي وعقابت من كرتي للذين كفروا قالوا بي ثم أخذتهم وأن قبت فكيف سلام كان هاي عقابي عقابت أيضا هاي سوسيدي اللي تبي مدعون هو نواسيد وكلون أفمن هو قائم أفمن أحد هو يسوى قائم أقوم يحفظي أمامله على كل نفس نفع الله أرث كل جن بما شيب كما ملاك سبدا شقيستي وحي شقيستو ألا كما ملايو مر وحبيس مر نولين ومر برواقوسين ومر عذر بكل ومر عاطمات وسين وحا يدو أي شقيستي بألا كما ملايين أحد كالسداسة كما لا يكون كذلك أحد كالسداين من المدن الله قائمه قائم تاقني ماها تاقني دانو كلماها وأقوم يوشي تاقل وقضى عرفته حوي فلان قائم بكذا هبل حاجة دي سقى أقوم إنك بوان نهناون سقى شكا قيو كشكا يو بركة وحوية الله أقوم وحافظ أقف والبنف والبقوني وما ملا شقا دير يكو ما ملا نفنف بقوني عمل كذا الله وما ملا الله سداسا إيا كان سداها إنما يسكو مدبا وحلي ذرر ديك مياه ما يماء أفمن حدو يسو قائم اتاقا أبدل تاقا وحفظي إياه على كل نفس النفس كل جيد بما شيء كحفظي إياه كسبة شقيتي والله وحي سميت أق كمن هو ليس كمن لا يكون كذلك وفان سيداه ما لم يدبه وجعلوه حويا لله الله شركاء وحلو ذاك إياه عبادة لو ذاك قلوا حاكوت إلى هذا سموهم بالمقعابة شركاء مقعابة وهبل كان مقعاس وهي مقعابة وحلو قلت فرت كفي قوي شريك أشياء جيسان بالمقعابة وكنوا هبل كنوا شريك هبل كنوا شريك هبل مقعابة معنى بالكثيرية بمعنى كلمتها برع المقعابة وشيك شيك مقع خلي الله مرة بين مد والبقوني شريك والبقوني جسا أمك عابة هو هبل نوى شريك هبل كان نوى شريك هبل وحاسو ترأي وحاسو سيدا سوكلا
وجعلوا حويا لله الا شركاء كل وذاك عباده قولوا حتى سموهم مقعاب شركاء معاق ومقعيهود او كلا شيغا ام تنبئونه الله ما وحد او رميسان بما شيء لا يعلمون كوغين في الارض ارضد كوغين لما شريك الله سبحانه وتعالى شريك ارضد كذا ما جرى مركا الله شريك ارضد كوغ معناه هو ما بجرى بوين ام بظاهر مموقال باء من القول هذا وما افك باكيسا مقعاب وهبل هبل ده كو هداد مقعاد ويدان ما واحد كور بحين يسانود ليدين الله شريك بعد ليده يقولون كل شيء هداد سايل ويدان يبقى في كبار كيس يدين كتها يوم واسكال يدين وح قيمة يدين ملن معنى هو س ملن مياه واسدين مرك معنى هو حوي أما معنى هو سوسة ما يق معنى الله جفت الله ثابا كركينا أو مقعاد أما دواف كبار كيس وبين في يدها ويان معنى واسدان قل سموهم مقعاد أم تنبئونه ألا ما واحد كور هم يسان بما شاء الله يعلم أن كوغين في الأرض ذلك كوغين أم بظاهر من مقال با ومن القول هذا وأفك باركيسا معناها أما معنى الشيغة أما دو أفك باركيسا وبانتا يده ويمعنه بل انتا صورنا ما هو حبا ما شيء كراني زينا والوق الحيي للذين كوي كفروا قالوا مكرهم خيانة ضغطي وشركي وسدوا واللقه الجوكسدي عن السبيل والددي حقاهي يالقه الجوكسدي مكري وحلقة عبرة يا وحمان ثانيو شركة جنا إلي مادين يا مكري إلا وخيانة مركب شركة قادي بالوقت دي وح أي كوجين دول كمتشران وح أي مقعد كران متشران وبين ثيانا مده كران وسدنا إشي جيان فأوق رحسن أفضل با كتابك منا قرط أبو شر واكل يدان بل زين وحلقة رحية للذين كوي كفروا قالوا بي مكرهم مكري قادي خيانة قادي وسدوا وحال لقه الرجوك سدي عن السبيل والذي حقه ومن يضلل الله قفك الله اللين والشيطان دوف سنيه فما له مسؤولا نمني هدي وحنون هدي الله سبحانه وتعالى أقدر وائنه هنونه عدك له هنونه كرتاي ما شرته نبي الله محمد بأو حلويني أبو طالب هو إن بضن أقويا لي أدير قل كلمة أحاجب قل كلمة أحاجب بها عند الله أحاجب لك بها عند الله كلمة أن الله هو قد ضوضه كوهر جيوم ده قل الله إله إلا الله مركا ودي ذي هذا الواقع وحسين وحضي هاي لكن قراشي إليه ما يسوى أرقى جحيم مركا إنك لا تهدي من أحضر ولكن الله يهدي من يسا نبي الله محمد بن عدة عشان ما هنو نكرتين وصح ومن يضلل الله مركا النبي هادي مركا لغشاقه وهي داية هقامين تويا مركا النبي هادي وي وهقامين إهداية هذا الشيء يقول لأنفيه ياي وهداية قلب قلبه دوي داي القلب قال له إذا أحد أنا هنا حكومة مثله لكن دايله قامت فيه وحشية جي وعدي واسحوا ومن يضل لله ألا قفكوا هلينا يفما له مثلا من هذه لهم قوة وحاوسون هذه الهلية عذاب العذاب في الحياة الدنيا نلوش عن لو دل بيكو حكميه وقفالشو إيا الضنسي إيا عيرين إيا قلب ويرن إيا وابريسي والقود بالدبات هذا بلاي لأو بأكتاك وأمره هاي ستيه مري أكتاك تايوين وأدونك والعذاب الآخرة آخر عذاب كذا أشق وكذب بدن بني عذاب كأدونك كآخر كأدونك وبيرك لقوب آيو والقوة صوتك لآيو قيد بصوها ريسين آخر يتقوى خلاصون لهم حصون هذا عذاب العذاب في الحياة الدنيا أنه لشا عدو والعذاب الآخرة آخرة آخر عذاب كذا أشق وكأذك وما لهم مسرنان من الله ألا حق يستمركي إلا إلهنا من واقل وإلى ليوم السبيل وحلك إعلن كرائي متشل والله سبحانه وتعالى أعلمه.